أعلنت الجبهة التركمانية العراقية طعنها بقرار مجلس المفوضين الحالي بخصوص العد والفرز الجزئي لنتائج الانتخابات. ودعت الجبهة في بيان لها إلى استثناء محافظة كركوك من قرار مجلس المفوضين المتضمن إجراء العد والفرز في المحطات التي قدمت شكاوى وطعون بخصوصها. بحث رئيس وزراء إقليم كردستان نيتشرفان البارزاني مع المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة للعراق ينكوبيتش أخر تطورات الأوضاع في البلاد وضرورة الإسراع في إعادة عد وفرز الأصوات يدويا. وذكرت حكومة إقليم كردستان في بيان لها أن الجانبين اتفقا في جزء آخر من اللقاء على الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وبمشاركة من الأطراف والمكونات العراقية كافة، وبحيث يكون للحكومة الجديدة برنامج قوي يضمن حل كل المشاكل.